في حياتي عرضت المشكلة وحلها أكثر من 30 عاما بين هموم الناس ومشكلاتها. صاحبة البرنامج الأشهر والأهم في تاريخ التلفزيون المصري الإعلامية القديرة فايزة واصف، رائدة البرامج الاجتماعية والإنسانية في مفتاح الحياة مع إيمان عز الدين. حلقة أولى من سلسلة حلقات أسبوعية تناقش العلاقات الشخصية، تجارب إنسانية، مشكلات اجتماعية تعرض في قالب درامي تحللها وتبحث عن حلها. الإعلامية القديرة فايزة واصف مع إيمان عز الدين في مفتاح الحياة، الليلة 10 مساء على الحياة 2.